الناتج إلى أقله إلى النصف، هذا أول مؤشر. شوف في مستويات الفقر فوق 60%، مش نحن، المنظمات الدولية عم بتقول البطالة 40%، تراجع العملة، القوة الشرائية، الأجور، كيف بده يشتغل لبنان إذا الأجور إلى ما هي عليه؟ بدنا نعيد الاعتبار للأجر ليرجع الاستهلاك لينتظم البلد. نحن عايشين هلأ بوضع استثنائي غريب عجيب، بلش نازم نحن وما حدا حيساعدنا من الخارج، حاج ناطرين الحلول. اللبنانيين هن اللي بدهم يرجعوا يرتبوا البيت الداخلي.